طيب سيد كالفن، هفوات بايدن لا تعد ولا تحصى على ما يبدو، حتى إن ذاكرته تخطئ في المقربين الذين يتعامل معهم باستمرار. هذه المرة أخطأ في تقديم نائبته كاميلا هاريس عندما رد عما إذا كان بإمكان هاريس التغلب على دونالد ترامب إذا قرر الرئيس الديمقراطي عدم الترشح مجددا، وعاد ليؤكد أنه الرئيس الأكثر كفاءة وكأنه لم يلحظ أنه ارتكب زلة قبل قليل. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she was not qualified to be President. So let's start there. Number one, the fact is that the consideration is that I think I'm the most qualified person to run for President. I beat him once, and I will beat him again.